المبيدات الحشرية تلوث البيئة في كل أنحاء العالم لدرجة أن الإنتاج الغذائي العالمي بات في خطر. إنذار أطلقه تقييم شامل عن تداعيات استخدام المبيدات صادر عن المركز الوطني للأبحاث العلمية في فرنسا، وخلص التقييم بعد 4 سنوات من الأبحاث المعمقة إلى أن معظم المبيدات لا سيما النيونيكوتينويدز تتمتع بقدرة على الانتقال والتراكم عبر مختلف عناصر السلسلة الغذائية. فمقابل زيادة الإنتاج الزراعي المرجوة ولكن غير المثبتة من استخدام هذه المواد الكيماوية، تنتج أضرار تختلف حسب نوع المبيد وطبيعته ونوع النبات والظروف البيئية السائدة. وقد ثبت أن معظم المبيدات المستخدمة في الزراعة لوقاية النباتات تنفذ إلى الأنسجة النباتية، ما يؤدي إلى تغييرات في التركيبة الكيماوية للنبتة ويؤثر بالتالي على إنتاجها. وتكمن الخطورة أيضاً في وصول المبيدات عن طريق الحقن والبذور المعدلة التركيبة إلى التربة وتراكمها فيها، ما يؤدي إلى تدهور تدريجي في خصوبتها، وينعكس ذلك بدوره على المياه الجوفية التي تعتبر مصدراً رئيسياً لتلبية حاجات الإنسان والحيوان والنبات من المياه، ويلحق أضرار تصاعدية أيضاً في تركيبتها. استخدام المبيدات يؤثر أيضاً على معدل التلقيح في الأزهار، ما يؤثر على حشرات مفيدة كالنحل ويسفر عن تراجع ملحوظ في محصول العسل ومحاصيل البساتين. وبعيداً من هذا التقرير ولكن في السياق نفسه، أظهرت دراسة أمريكية صادرة حديثاً عن جامعة كاليفورنيا الأمريكية أن تعرض النساء الحوامل إلى المبيدات الحشرية الكيماوية يؤثر على الجهاز العصبي ويصيب أطفالهن بمرض التوحد وتأخر في النمو لاحقاً.